السلام عليكم متابعين بارلون اوتو في واحد اللايف جديد مع موتور بائمة. معكم حسام الهاشمي. طبعا هذا اللايف هذا نديرو باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم المتعلقه بعالم السيارات اون جينيرال. بعالم السيارات يعني اي شيء عندها علاقه بطوموبيلات قدام طوموبيلات جداد، يعني الاشياء ميكانيكيه او لا تقنيه، مسائل البيع والشراء، كيفاش الطريقه ديال البيع او الشراء. يعني تقريبا كنجاوبوا على جميع انواع الاسئله في قدر طبعا المستطاع. ولا ما عرفناش طبعا كنبحثوا في الامر وكنعاود نعطيكم هذا الجواب ديالي طبعا في المنتدى ديال موتور بائمة. يعني لما عاودت عطيتو لك في اللايف هنا طبعا كنقول لك يعني انك تدخل المنتدى وغادي تلقى تقريبا الاجابه ديالك تما. الا ما عرفتش راه غنقولها تقريبا وسط اللايف. كنقول لكم عاد انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا الماكسيموم طبعا، وديروا لايك وتبارطاجيو مع اصحابكم مع الاصدقاء مع العائله حتى هما باش يستافدوا. علاش لا؟ هاد الوقيته هادي تبقاو جالسين غير في الدار، اللهم نستافدوا جميعا. اذا ما تنساوش انكم تطرحوا الاسئله ديالكم طبعا، نحاول نجاوب الماكسيموم ديالها بوسيبل. قبل ما نجمعوا الناس طبعا، اول حاجه غادي نديرها هو انني غنقول واحد نهضر على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيسولوا عليه مؤخرا، لانه دابا مرت واحد الوقيته كبيره طبعا وحنا جالسين في هذا ديورنا ما كنخرجوش، اغلبيه الناس ما كيخرجوش. هو شنو ندير الطوموبيل راني خايف عليها في الشارع؟ اغلبيه الناس ما عندهمش كراجات اللي حاطينها فيهم، او لا يعني ديور عندهم جرادي باش يحركوا الطوموبيل شي حاجه، يعني محطوطه في الشارع صعيب انه يخرج بها. الصراحه انا كانت طوموبيل جديده، كنقول انا الا كانت طوموبيل جديده يعني على حساب بحثت مزيان في هذا الموضوع وتعمقت وسولت حتى الناس يعني ديال الخبره ودي انجينير في المجال، كيقول بان الطوموبيل تقريبا اللي من موديل 2000 او حتى 97 على حساب عطيني الليطا ديالها لدابا 2020 راه ماشي مشكل عليها انها تبقى في الشارع محطوطه، او لا يعني بحال قلتي واقفه يعني اكثر من 15 يوم او لا شهر ولا حتى 40 يوم كاع. ما كاينش حتى شي بروبليم ما عدا الناس اللي قرب يموت لهم الباتري، يعني بحال قلتي دار الباتري ديجا ضرب واحد عامين قرب يقولها مرة دوك الناس خصها على الاقل واحد المره في 12 يوم 13 يوم يديماري الطوموبيل. الناس اللي عندهم عاوتاني الفاب في الطوموبيل عاوتاني الى ديماريتو الطوموبيل في حاله تكون الباتري عيان كامل ديماريتو الطوموبيل، خص تحاول اقصى ما يقتسموا انك تحرك بها ما تخليهاش من ديماريه، او لا تكسيري مرة تبقى تكسيري باش تخلي داك الدخان يخرج فيه بالجد، وخصك تخليها مده اطول بالنسبه لك انت حتى عندك الفاب باش الفاب يسخن ويدير العمل. حيت الفاب في الاول المشكله ديال الفاب هو انه فاش يلاه كديماري الطوموبيل ما كيكونش خدام، يعني كيكونوا الانبعاثات تيخرجوا وكلشي كيخرج. اذا ضروري خصك دير سميتو بحال قلتي خصك تخليه يسخن باش يخدم الفاب مزيان وينقسم الانبعاثات، وثاني تاني يخرج منه بعد ما حاجه تنقى. اذا خصها تكسيري شويه، ما حيت كتكسير كتخلي الطوموبيل تسخن بالزربه تتخليه هو يسخن بالزربه، اذا بالتالي كيدير. بالنسبه للناس اللي عندهم طوموبيلات قدام حتى هما كذلك عاوتاني خصهم هما للاسف ديماري طوموبيلاتهم مره ومن الاحسن انهم يديروا اكثر من البلان، ماشي اكثر من البلان يعني اكثر من نص ديال البلان، يعني نص ديال الريزرفوار يديروه في الطوموبيل، ما يخليوهاش خاويه، ما يخليوش عندهم غير بحال قلتي 5 لتر ولا 10 لتر ما يخليوهاش، خصوصا الناس ديال ليسانس بالضبط علاش كنهضر. يعني ليسانس غير كيمشي خصوصا كان طوموبيل كتعرض للشمس او لا شي حاجه بحال هكايا، خصك ضروري دير سمحوا لي ضروري خصك بحال قلتي تعود دير فيها ليسانس اكثر باش ما يتقاداش ليك، باش اللي بغيتي ديماري ما يتقاداش ولا ما يبقاش بحال قلتي داك التخت يهبط بزاف لتحت. للاسف الشديد هو غادي يهبط ولكن ماشي بحال. بالنسبه للناس اللي بحال قلتي كيما عندك ديك عندهم طوموبيلات جداد باتريات جداد كلشي زوين ما عندوش لا شي ديماري طوموبيلته، ولكن خصو ضروري يحرك الطوموبيل واحد شويه على الاقل 20 سنتي. يعني بحال دابا هذا هو البنو داير هذيك البلاصه اللي واقف فوق البنو، خصو يتحرك واحد شويه باش البنو ما يكونش فيه انحناء. هذه القضيه راه كيديروها كاع بزاف ديال الناس، الناس بحال قلتي الكوليكتور اللي كيكوليكتور الطوموبيلات او لي كراجيست او لا بحال قلتي لا ميزون حتى هي براسها كدير هذه القضيه هذه. كاين واحد اللعبه كتشرى ديالهم بحال كذا تسمى الوساده ديال الرويضه، كتحط فيها الرويضه وكتشد واحد لي سباس كبير في الرويضه، عوض ان الرويضه بواحد بحال قلتي واحد السنتيم قليل بواحد اللي شاده بالارض اللي كيخليها انها بحال قلتي البنو يتدفع وما يبقاش بحال قلتي مزيان وكيخسر مع الموضه طبعا، ودغيا كيولي بحال قلتي كتسوك كتكسر كتفوت ديك 90 ولا 100 كيبدا يفيبري نتو، ولا فتحتي عاوتاني بحال 100 120 وطولتي غير 100 الا طولتي فيها واحد الموضه طويله ممكن انه يخسر يتشرق البنو او يتفرقع بك في الطريق. طبعا هذا كيدي بالحياه ديالك او لا على الاقل كيدي بالحياه ديال السياره ديالك. يعني ضروري خص بحال قلتي تحرك الطوموبيل 20 سنتيم. طبعا هذا الشيء خصكم ديروا خصكم طبعا تفاداو انكم تهضروا مع شي حد او لا تقيسوا شي حد طبعا، ولا تمشي للطوموبيل خصك تمسح ليها يعني كاع البلايص اللي غتحاول انك تعود تعرف راسك انك غادي تقيسهم خصك تمسحهم بالالكول او لا شي ماده منظفه مزيان، يعني ماشي اي ماده منظفه جافيل على الاقل ولا شي حاجه منظفه.
وتر فولون تمسحو عاوتاني حيت ما عرفتيش. المهم واخا تنظن ان المرض غادي يموت في مده طويله، ولكن المهم تاخذ الاحتياطات والحذر ديالك وصافي. بحال قلتي ديماريها، حرك هذيك 20 سنتيم وصافي وخرج يعني من طوموبيلتك وراه بخير. هادشي فقط اللي ممكن نقول. الناس اللي عندهم الباش يستعملوا الباش، ولكن الناس اللي عندهم الباش وما استعملوش الطوموبيل تغبرات ما ديروش، لانه غادي كتجلد لك الصباغه، خصك تغسلها. يعني خصك تشوف كيفاش انا كدير تغسل ديك الطوموبيل، على الاقل بالماء، وخا تكب عليها غير الماء تحيد على الاقل داك الحجر الصغير، حيت هذاك غيكجلد لك الصباغه ويخسرها لك. اذا عاد ديك الساعه دير الباش. يعني بحال قلتي شوف شي وقيته اللي ما كاينش تحت حداك، ما كاينش الناس باش ما تحكم تحت ما شي حاجه. طبعا خذ الوقت والاني والحذر ديالك والامان باش ما يقيس حتى. كنعاود نذكركم عاوتاني انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا الماكسيموم، وديروا لايك طبعا. واللي عنده شي تساؤل حول هذا الموضوع هذا، ولا يعني عنده بحال قلتي شي سيتوياسيون ما جبنا غير هادشي نذكر، طبعا دخل المنتدى ديال موتور بايما وكتب لي رانا عندي الحاله ديالي هكا هكا والطوموبيل فيها كذا، واش ما نخافش عليها، واش انا يلاه درت لها هذه الحاجه او هذه الحاجه. حيت كاين بزاف ديال لوكا صعيب انا كتقولهم كاملين ديال الطوموبيل. ذكرت لك بعض الاشياء بحال الناس اللي عندهم ليسانس يديروا اكثر من نص ديال البلاح، حتى اللي المازوت الافضل يخليو على الاقل 10 لتر في الطوموبيل، 100 درهم كامل تاع يديروا في الطوموبيل. كما قلنا الرواده خصك تحرك ضروري مهما كان الطوموبيل، سيختو الا كانت الكات كاتات الكبار راه عندهم البوا بزاف ضروري، تاهما خصهم يحركوها 20 سنتيم على الاقل مره في شهر. ماشي تحركها 20 سنتيم لقدام وتعاود ترجعها من بعد سيمانه تحول تحركها 20 سنتيم للور، لا بحال هكا خصها الدور. يعني بحال على الاقل خرج وضرب بها دوره في الشارع، ولكن ملي تجي عقل علم ديك البلاصه باش ما تعاودش تطيح فوق الرويضه. بقى تعلم راه بالطباشير ولا بالسيل ولا اي حاجه، راه هذه الطريقه اللي كيديروا بزاف ديال الناس راه خدامه. حتى دابا في امريكا راه كيستعملوها بزاف، قريت بعض بزاف ديال المقالات كيقولوا هكا. يعني وهادشي راه ماشي زعما شي حاجه جديده ولا بنت، راه كيما قلت لك راه بزاف ديال لي كاراجيس وهادشي راه علمي مثبت وكاين. اذا بعد ما تبارطاجيو طبعا هاد اللايف هذا وصل الماكسيموم، وكيما قلت لكم تعاودوا تحطوا الاسئله ديالكم يعني ولا عندها علاقه بهذا الموضوع هذا في المنتدى ديال موتور بايما. نشوفوا اول سؤال، والسؤال الاول من سي مهدي بي ام دبليو 520 دي اونتري دو غام دبل في، اسكو est-ce que c'est intéressant ou pas, ou pourquoi le nouveau modèle et le prix. BMW 520D صراحه طوموبيل واعره بزاف سبور، لونتري دو غام يعني هي مزيانه صراحه، فيها 190 شوفو، طوموبيل واعره بزاف، النيوتر متر ديالها فيها كبير يعني قادر يحركها وداكشي، واخا رغم ان طوموبيل فخمه لي زوبسيون اللي فيها ما بيهمش يعني مقارنه بحال قلتي الا خديتي السيري 3 اولا السيري اولا السي كلاس كمثال. يعني طوب زوينه، القيمه الاجتماعيه كاينه، كلشي كاين، طوموبيل تري فيابل ما فيهاش المشاكل. واش انتريسي في السوقان طوب، بي ام دبليو واعره في السوقان ديالها يعني ممتعه تمتعك مهما كان. بليس ممكن دير لوبروك اولا اي حاجه تطلع البويسون بلا ما زيد كمثال في الوراق اولا شي حاجه. لقيتي كيفاش تشري 525 دي علاش يكون علاش لا. شوفوا سؤال اخر عاوتاني. اوكي سي امين، السلام خويا، بري فورد فيوجن 2017 تيتانيوم. بالنسبه فورد فيوجن 2017 تيتانيوم تقريبا الثمن ديالها ما بين 18 و 21 مليون على حساب لي زوبسيون، ماشي على حساب لي زوبسيون، على حساب الكيلومتراج والنقال اللي فيها طبعا. حيت 2017 كاين اللي فيه 100، كاين اللي قل من 100، عاوتاني كتلقاهم الثمن طبعا غالي، واللون والليطا ديالها الحاله ديالها كي دايره. وطبعا ندير لها دياغنوستيك وشوف الكيلومتراج واش فري ولا ماشي فري، راه اي طوموبيل ممكن دابا الناس يعني بحال قلتي ولا ساهل كي تزوير ديال الكيلومتراج، يعني انك وفي نفس الوقت ساهل انك تلقى الكيلومتراج الفري، ماشي صعيب يعني اي تمشي عند اي مول دياغنوستيك وغادي تقلبها وغادي تعرف الكيلومتراج بالضبط شناهو. نشوف سؤال اخر عاوتاني. سي حسن، سيتروين سي 4 اش بان لك السي حسن؟ سيتروين سي 4 طوموبيل زوينه في جميع الجينيراسيون، ما تاخذش غير موديل 2005 2006 حيت فيهم شويه المشاكل، سيختو مشاكل الكترونيك بحال الطابلو كيتعكس، الجاج في الغالب هي المهم مشاكل الكترونيك بحال قلت لك كتبرزط وما كتبغيش تقاد، يعني بحال اي خصك اما تبدل الموتور يا اما شي حاجه بحال الموتور ديال اللي كيطلع الشارجم كمثال باش يطلع الفوق كيتعكس شي مرات صافي، واخا تعيا ما دير التريسيانات ما كيبغيش يتقاد، خصك تبدل الموتور اخر واش كتعاود يتكرر وتعاود يتكرر. غير كاين في ذوك الموديلات 2005 2006 من غير صراحه الله يعمرها دار الطوب، زوينه بزاف وكونفور ديال بصح زوينه، غير توكل على الله. اش نقول لك عاوتاني اخر، خصك عاود تذكر لي عاوتاني اش الموديل بالضبط، كنت باغي تعرف شي معلومه بالضبط تذكر لي اش الموديل بالضبط ولا شنو. طبعا دخل المنتدى وعاود الى ما شفت السؤال ديالك هنايا، عاود دخل المنتدى وكتب بحال قلتي السؤال ديالك السيكات 2000 وكميتال 10
موتور 1.6 فيها لي زوبسيون في الفلانيين والثمن باش لقيتها باش نشوف نزيد نساعدك اكثر عاوتاني. السي عادل الاخ حسام رايك فيات فيورينو بوجو بيبر سيتروين نيمو ثمن والصحه موديل 2016 2019. بالنسبه لفيات فيورينو بوجو بيبر وسيتروين تقريبا نفس الطوموبيل راه ما كاينش فرق هما الاصل ديالها كلها بي اس ا يعني ديال بوجو ديال بوجو او سيتروين بحال هادشي سؤال ديال حبشت ليا من الهضره مزيتو المهم فيات وهذوك كلهم طوموبيل وحده انا كنفضل صراحه شخصيا الدوسيا داسيا دوكر عليهم لان ديجا راك في هادو وراك في الداسيا وسايق هادو وسايق الداسيا صراحه هادو حتى تهز عليهم تقول عاد كتحس بهم طوموبيلات زوين ولكن من غير انك هذا تعزعني عليهم تقول هذاك الشيء بحال العائله اولا شي حاجه ما خدامش نيسان يعني 100% ولا بيتعطيها كيما شي واحد يخدم بها اولا تخدم بها انت وتهز بها تقول طوموبيلات زوينين من غير هذاك الشيء من الافضل من الافضل انك تديها سميتو تديها بحال هكا من الافضل انك تاخذ داسي دوكر خاطر شوف سؤال اخر عاوتاني سي رشيد سيتروين بيرلينغو 2018 صراحه سيتروين بيرلينغو 2018 طوموبيل واعره بزاف زوينه كبيره واسعه تري فيابل ما فيهاش المشاكل ما فيها حتى حاجه لا سخونيه لا حتى شي حاجه لي زوبسيون واعرين خذ غير شي حاجه طوبسيون تكون زوينه تكون فيها زجاج بحال ديال السقف جاج بانوراميك او لا حتى ما كانش ماشي مشكل يكون جوانط الومنيوم وكل شيء زوين راه واعرين ممكن طبعا تدخل للسيت ديال موتور بايما وتكتب يعني سيتروين بيرلينغو 2018 وراه غادي تعطيك بحال قلتي غادي تعطيك بزاف ديال الاختيارات وديك الساعه ممكن تدخل طبعا المنتدى وتوريهم لي نشوفهم كي دايرين باش نزيد نساعدك اكثر عاوتاني سي الياس السلام خويا شنو الزيت الفيدونج اللي مزيانه فورد فيستا ايسانس على حسب اذا كانت فيستا الاخرانيه كاع يعني الجينيراسيون الاخرانيه كاع من الاحسن زيت هي 5 دبل في 30 كانت لي موديلات اللي قبل ممكن دير لي 10 دبل في 30 او 10 دبل في 40 اولا ممكن دير حتى 5 دبل في 30 احسن لقيتي كيفاش دير 5 دبل في 30 يكون من الاحسن نشوفوا سؤال اخر السلام عليكم جزاك بخير الثمن ديال داسيا دوكر جديده الثمن ديال داسيا دوكر جديده تقريبا هي باديه من 10 مليون تقريبا وغادي حتى الستيبوي ديالها وصلت قريبا 14 مليون طبعا ممكن تدخل الموتور بايما وتشوف جهه النف راه كاينه عندنا داسيا دوكر تمايا راه موتور بايما الموقع كاينه بلاص اوكازيون كاينه نف غادي ديرها في شي تكنيك وغاتعطيك باللي كاع سميتو كاين حتى الا كانت فيها شي بروموسيون راه غادي يبان لك تمايا راه كاينه بروموسيون غيبان لك الاثمنه وممكن من تما كذلك انك ممكن من تما انك بحال قلتي تتصل ديريكت بلا ميزون اللي قريبه لك طبعا المدينه ديالك وتهضر معاهم وتقول لهم راه شنو بغيتي وهذه وهذا 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 شوف سؤال اخر السلام خويا حسام اودي ا 4 2010 عامره ديزل بالنسبه لاودي ا 4 صراحه الطوموبيل واعره بزاف زوينه رائعه جدا موديل 2018 طوب سبور كونفور جمع بيناتهم بجوج ما فيهش مشاكل بزاف صراحه ما فيها لا مشاكل لا والو هي مخيره بحال قلتي جمعات ما بين البي ام والمرسيدس دقه واحده هي الاودي ا 4 2018 خذ ديال الاس لاين الا كنتي باغي شي حاجه شويه سبور يعني بحال قلتي جراجيه سبور غتاخذ الاس لاين كنتي شاعب تاخذ شي حاجه بحال قلتي بحال قلتي بغيت شي حاجه شويه كونفور غادي تمشي جهه تاخذ النورمال ما تاخذش الاس لاين طبعا ممكن تدخل للموديل الموقع ديال موتور بايما راه غادي تشوف بيناتهم تما راه غادي يعطيك بزاف غيعطيك بزاف ديال لي كاراجيست بزاف ديال الطوموبيلات ديال داك الطوموبيلات ديال الناس العاديه البارتيكولي ممكن طبعا تتصل بهم طبعا الا دخلتي موتور بايما عشان نقول بالضبط دخل موتور بايما لانه كاين تما بزاف الطوموبيلات اللي بحال قلتي مراقبين ومعروفين شكون مواليهم ومعروف كلشي السلام خويا العزيز شحال الثمن ديال اودي اس 3 اس 3 الا كتقصد يعني الاس 3 اس 3 فري يعني بحال قلتي يعني الموتور ايسانس فيها سميتو موتور ايسانس 2.0 على حسب عطيني شمن عام عطيني كتقصد عطيني في الاس 3 حيت كاين الاس 3 اللي فيها كاع 3.2 في 6 وكاين عاوتاني الاس 3 اللي فيها دو سيلندر
المهم تقريبا الثمن ديالهم اصلا اللي فيه الصراحه قليله بزاف في المغرب. الثمن ديالهم تقريبا كيجي ما بين 12 حتى 42 مليون على حسب عاوتاني شنو فيرسون كتقصد. لا كتقصد الفيرسون الاخراني اللي بحال الجولف سات ار، راه تقريبا تلقاها ب 34 36 حتى 40 على حساب. وكاين شي وحدين الا بغيتيها بحال قلتي جديده الاخرانيه كاع راه كاين كذا و 50 مليون، كاين 55 تقريبا بحال هكا مليون. ممكن تدخل طبعا الموتور بايما راه كاين فيها كاين شي 3 ولا 4 تما شفتهم مؤخرا. يمكن تدخل وتشوف راه غادي تعرف بالضبط الاثمنه تما اكزاكت شحال ديال الاو دي اس 3. تحيه خسام، دمتم متالقين خويا. تحياتي، تحيه لك السي بلاد محمد عبد الرحمن. اما حسن اخويا ودي اطروا ولا سليت اليوم اف ار. اش نقول لك، هو صعيب تقارن بيناتهم. هنا عندنا اودي اطروا طوموبيل اللي غاليه بزاف مقارنه بالسيارات، يعني تقريبا كاين الفرق ديال اكثر من 10 المليون تقريبا ديال الفرق في الجديد. يعني صعيب انك تقول واش اودي اطروا، ولكن على حساب عاوتاني شنو بغيتي الاستعمال. عاوتاني بحال قلت لك انت باغي طوموبيل سبور فغي، المهم بين قوسين فغي سبور يعني بالنسبه للديزل وبالنسبه للطوموبيلات العاديين راه سيات اليوم احسن. بغيتي طوموبيل شويه بحال قلت تشد الثمن ليكس شويه جابي ليكس القيمه وهذا، راه تاخذ الاودي اطروا. بيتي عاوتاني طوموبيل طالعه في الموديل جديده، في الموديل جديده في التكنولوجيا ديالها، راه السيات عاوتاني زوينه. والسيات عاوتاني الاقبال ديالها عاوتاني كبير بزاف عند لي جون بزاف وحتى عند الناس اون جينيرال، يعني كنشوف بزاف ديال الناس كيشريوها والاقبال ديالهم كبير خصوصا الاف ار. الاف ار مطلوبه بزاف وعز على الناس بزاف. خويا شكون اللي بان ليك في الكونغو نوفو وشحال واصله؟ الكونغو الاخرانيه كتبدا تقريبا بشي 13 مليون ولا شي حاجه، وكتسالي في شي 21 22 مليون. ممكن طبعا تدخل السيت ديال موتور بايما باش بجيت النفتايا باش تاكد. صراحه الطوموبيل اللي عمرها دار غير توكل على الله. كاع تقريبا الكونغو كاع دابا السيارات دابا بحال قلتي ديال الاستعمال المهني ولا يعني البروفيسيونيل، راه الطوموبيل دابا كلهم بحال قلتي حسنهم ولا واعرين رائعين جدا. ما بقاش فيهم مشاكل، ما بقاش فيهم داكشي ديال السخونيه، ما بقاش المشاكل ديال الامبان. وبحال قلتي ولا حتى كونفور، يعني بحال قلتي تقدر تسيو مع عائلتك تخرج شوف ما بغيتي. شحال من حاجه كيما قلت لك، عاود دخل السيت ديال موتور بايما، دخل بلاصه النف راه غادي تبان لك بحال قلتي الرونو هبط الرونو، وراه انت تقدر تلقى فيها بروموسيون طبعا وتشوف. ممكن كتعطيني تتصل بهم بار تليفون وتشوف الطوموبيل ديالك وتسول يعني على بالضبط اش فيرسيون بغيتي ولا شنو بغيتي. شوف سؤال اخر عاوتاني. خويا حسام، داسيا سانديرو 2013 ايسانس، واش مزيانه؟ سي محمد، داسيا 2013 ايسانس 5.5 مليون واش مزيانه؟ شنو نقول لك صراحة تمام مزيان 5.5، ولكن لا بالدار 5 يكون الأفضل، حيت ليسانس عاوتاني دغيا كيطيح في الثمن ديالو، وعاد زائد أنه مقبولش بحال قلتي. يعني ماشي بزاف ديال الناس كيبغيو خصوصا في جهة الداسيا وداكشي، لأنه كلشي كيخاف من الكونسوماسيون. إنما ماشي طوموبيل فيابل، هي ماشي فيابل، ولكن الكونسوماسيون شوية طالعة مقارنة بالبويسونس وداكشي، ولكن الداسيا زوينة وخا هكاك. بالنسبه للثمن، الثمن باش تاكد اكثر راني يعني الثمن اللي قلت لك انا، راه غتمشي تدخل للسيت ديال موتور بايما غدير 2013 راه غتعطيك شحال واحده اقل من 5.5 ديال المليون وتطوبسيون من الفوق. خا السي زكريا الجزائري، سؤال اخر عاوتاني. السلام خويا اخي العزيز، بغيت شي معلومات على الاستهلاك ديال اودي كيوسات 3 لتر موديل 2011 فيه ابدو. اودي كيوسات سميتو الكونسوماسيون ديالها ما بين 10 و 12 ونص لتر 100 كيلومتر اللي كتاكل هي، حيت الموتور فيها كبير بزاف بحال ديال التوارغو، نفس الموتور ديال التوارغ نفس البلاتفورم نفس كلشي، ولكن البوا ديالها هي كبير تقريبا 2.2 طن اللي فيها هي. وكاينه فيرسيون اللي عامره ديالها بزاف راه وصلت 2.2 طن، يعني الطوطوبسيون ديال الاس لاين كاع العامره راه قريبه 2.5 ديال الطن. ولكن صراحه الطوموبيل تستحق، غير هو البياس ديالها شويه غالي صراحه، ويعني الا كنتي قد على البياس والوراق والكونسوماسيون كيما قلت لك الكونسوماسيون بين 10 و 12 راه الطوموبيل تستحق. ولكن بحال قلتي ما تعولش قل من 9% ما عدا لسكتي عاوتاني بحال قلتي بشويه بحال كدير سيزيام وما كتفوتش 80 كمثال، ممكن ديك الساعه تهبط لديك 8 7 100 كيلومتر. من غير الطريقه هذه بحال وسط المدينه غير عوال على 10 12 13 شي مرات كاع، ولا كنتي كتجري الناس اللي كيجريو يعني كيمشيو موت سبور وداك الشيء راه ممكن تلقى اكثر. واخا شوف
سؤال اخر عفاك يا ماجد، 620 موديل 2015 شحال الثمن؟ ماجد 620 صراحه ما بقيتش عارف الثمن بالضبط ديال 2015، انما غادي ندخل للسيت ديال موتور بايما غادي نشوفوا، لانه كما قلت لكم كاين واحد البارتي في السيت ديال موتور بايما كتوريك الثمن الاستيمي زائد سميتها كود دو لوكازيون، كتدخل ليها كاينه في السيت، كتدخل للسيت كتلقى اوكازيون، كتهبط كتلقى كود دو لوكازيون، كتدخل فيها لي مارك الموديل تاع الكاربيرون كلشي، وكيعطيك الثمن تقريبا. وشحال مره ما كيغلطش الثمن، لان كان شحال مره كنلاحظو وشحال مره يعني كنقلب فيهم وداكشي، وحتى ناس اخرين يعني محترفين في المجال تا هما كيدخلوا كيقلبوا كيلقاو بانه راه اغلبيه الاثمنه اكزاكت تقريبا، حيت اغلبيه دابا الناس اللي كيحطوا في السيت مابقاش كيحطوا ديك الطريقه ديال ديك الساعات القديم، كانوا يحطوا كيزيدوا الثمن وكلشي، دابا اغلبيه كيحطوا الثمن هو هذاك، اللي كتصل لك كيقول لك عطيني داك الثمن ولا دير ولا تهبط شويه بحال داك اللي ثمن السوق. 2015 قال لك الثمن ماشي اس كلاس ديزل 2015 هو 34 مليون، ما بين 32 و 35 مليون هو الثمن ديالها، يعني كما قلت لك عاود دخل عاوتاني، ويمكن لك عاوتاني تدخل تشوفه مباشره يعني في السيت كاع بلا ماشي يعني ما تقتيش كامل تعمل استيماسيون ولا شي حاجه. كاين عاوتاني موديلات كاين كاع اللي حط فيها 30 مليون، كاين كما قلت لك كيشوف الاستيماسيون ديالها هو اللي فري واقرب، وعلى حساب عاوتاني لي زوبسيون واش اي ام جي واش باك اي ام جي افونتكار شنو يعني لي زوبسيون اللي فيها. نشوف سؤال اخر عطيني من سعيد، جي تا ايسانس موديل 2007 جي تا ايسانس موديل 2007 1.6 جي تا ايسانس صراحه طوموبيل زوينه، غير هو ليسانس شويه الكونسوماسيون ديال زايده زائد داك 1.6 شويه ماشي فيابل، خصوصا في داك الموديل كيلقى بعض المشاكل بحال اصلا كياكل هو الزيت، يعني بحال كل تقريبا 1000 كيلومتر حتى 2000 كيلومتر خصك تزيد ليه ايترو تقريبا ديال الزيت ولا السيترو، على حسب عاد كيفاش استعملتها واش في المدينه او لا، غير بحال قلتي كتشد بها الطريق الطويله، كتشد بها الطريق الطويله ما كتاكلش بزاف، ولكن وسط المدينه كتاكل الزيت بزاف. هذا تقريبا هو المشكل اللي فيها، وبعض الدوريات ديال الزيت داكشي كيطرطقوا فيها، وحتى الا ما عقتيش بها ان كتاكل الزيت او لا مولها اللي كان قبل، يعني ما كانش يعيق انك تاكل الزيت، يعني كيجي الفيدونج كيلقى ديما ناقص وما تعرفش طبعا، حيت كيعطي الميكانيك شي مره كيقلب الفيدونج كيلقاه ناقص وداكشي، راه كيتضربوا البياس فيه، يعني ما تجي دابا 2007 حتى دابا تقريبا راه غتاكل تلقى الموتور كلا العصا، يعني غتحرك عليها شي شويه غادي ياكل الدق. نشوفوا سؤال اخر عاوتاني، تويوتا كورولا سيمومني تويوتا كورولا شحال تقريبا تشريها شي ثمن مناسب؟ تويوتا كورولا على حساب اش على حساب اش الموديل عاوتاني، المهم الموديلات الزوين ديال تويوتا كورولا هاد الاخرانيه هادي تقريبا الثمن ديالها ما بين 12 مليون حتى تقريبا ديك 16 مليون، على حسب يعني اخر تقريبا فيرسيون اللي خرجت في الديزل كنهضر على مازوت، اما الهايبرد راه كيمشيو اكثر، كورونا اس هايبرد راه كيمشيو اكثر من داك الثمن. صراحه الطوموبيل زوينه بزاف هي، ممكن تدخل السيت طبعا وتحط الموديل اكزاكت سميتو بحال هكا شنو بغيتي بالضبط، حتى ليسانس ولا مازوت، حتى ليسانس ديالها طوب بزاف واعر، ومن بعد دير ريشيرش وعاود تسولني عاوتاني هنايا، او لا دخل للمنتدى وسولني عاوتاني اكثر. سي خالد سلام سي حسين سيل فو بلي فوتر افي سور ميسي سي ال ا 180 بيرني 2013 اي لو بري ابروكسيميتيف. واخا سي ال ا 180 هي طوموبيل زوين ماشي ما زويناش، غير انا كنفضل الا كنت غتاخذ سي ال ا خذها 220 من الاحسن، لان 220 اللي غتحسك بانك شاري مرسيدس وشاري بحال قلتي يعني لو فغي موتور ديال مرسيدس بالقوه ديالها بكلشي ليها، وموتور لي تري تري فيابل مجرب من يعني من القديم راه ماشي موتور لي جديد، يعني بحال وزائد انه تحسن اكثر واحد الكونسوماسيون قال هذا. صراحه حتى السي ال 180 زوينه ماشي ما زوينهش، غير انا اللي كنقول بحال كان عندك داك الثمن عندك ديك القدره، اللهم الافضل انك تاخذ السي 220، علاش غتمشي تاخذ شي حاجه اقل اللي 100 180؟ واخا تاخذ يعني شي موديل قل شويه او شي حاجه ضربه الكيلومتر شي حسن تكون السي 220. بالنسبه للثمن 19 24 كاين ما بين 19 24 24 مليون على حسب بحال كيتي لي زوبسيون اللي فيها وداكشي، زائد انا دير في بالك بانها طوموبيل تجي قا شويه من اللور،
الكفر صراحة ما بيهش، ولكن الكراسة الورانيين دي يقين شوية، وخصوصا إذا كانوا شوية كيركبوا معاك الناس طوال، يعني اللور يعني بحال هكا، إلا عندك ناس كيركبوا معاك بزاف طوال راه شوية شوية واكلين غياكلوا العصا، يعني الضيقة من الفوق هنا والضيقة حتى من الرجلين. نشوفوا سؤال آخر. طبعا ممكن تدخل للسيت وبحال هكا، إلا بغيتي تشوف 680 دخل على الدنيا السيت ديال موتور بايما وشوف راه فيه سميتو، راه فيه الثمن، فيه كلشي. علي حسن، تويوتا افنسيس بون فواتير، وي طوموبيل واعره بزاف. حاول كتشوف موتور 2.2 ديال اللي بحال ديال الراف 450، شوفو هو في احسن حاجه اللي كاين فيها. الاخر حتى هو زوين، غير 8 شوفو 8 شوفو. الاخر واخا داير الا تقلت عليه شويه كتزاد فيه الكونسوماسيون اكثر. الاخر اللي فيه 150 شوفو، الموتور الاخر هو اللي فيه 126. اللي فيه 150 شوفو الطوب، يعني ما كيحس لا بطلاعي لا بتقال لا دوبلاج اللي كان كيطحنوا، حيت البوا ديال افنسيس خفيف بزاف على الرافكات، والاخر مبني على قبل الرافكات. الحسن خويا العزيز، معلومات باسات موديل 2003. باسات 2003 بحال الكوف، نفس البياس نفس كل شيء. خد الباسات الموتور 130 شوفو، 1.7 130 شوفو، تكون 6 الفيتاسات مانيوال، ما تاخذش اوتوماتيك، حيت الباسات فيها بزاف الاوتوماتيك، يعني مقارنه بالكوف ماشي بزاف. في المغرب، المغرب الحمد لله بدا كثير فيه المانيول اكثر من الاوتوماتيك، ولكن راه كاين كاين الاوتوماتيك في 2003، ما تاخذش اوتوماتيك خد مانيول. و130 شوفوا هذاك احسن موتور والطوب، وحاول تاخذ تكون الصالون كوير، لان هذاك هو اللي كيشد الثمن. 130 مانيول والصالون كوير، الا كانوا هاد الثلاثه الشروط هادي راه الطوموبيل غادي تشد الثمن اكثر، يعني بحال قلتي من نهار ملي تبغي تبيع ولا شي حاجه بحال هكا. سي اس الريفي رونو كليوكات موديل 2018، مضرباش بزاف رقيه بزاف، شحال الثمن اخويا سيلتو بلي؟ 2018 شحال الثمن؟ المهم الثمن تقريبا بين 11 و 12 ونص، ما تفوتش 12 ونص فيها. على حسب عطيني زوبسيون، بحال كانت توتوبسيون توتوبسيون غادي تكون تكون 12 ونص، كانت بحال قلتي خاوية ولا عادية 11. ممكن عاوتاني تدخل للسيت ديال موتور بايما طبعا وتحط 2018 وتشوف واش الفيرسيون عجباتك، وبحال قلت تعاود تصيفط عليا عاوتاني في المنتدى الا كان ممكن باش نشوف الطوموبيل اكزاكت عاوتاني بالضبط. ممكن تصيفط لها التصويره المنتدى، راه ممكن تاجوتي التصويره باش نشوف الطوموبيل اكزاكت، او تعطيني الليان ديالها في حاله كان في شي بلاصه اخرى. كاي رشيد، كيا 2007 خويا، عندي كيا 2007 موديل 2016 8000 كيلومتر تقريبا، الثمن شحال دايره؟ كيا 2007، كيا 2007 هي كيدير الكاميو الصغير صراحة، ما عنديش فكرة، ما عرفتش بالضبط، ما عرفتش بالضبط. انا نشوف لك دابا هنا في السيت ديال موتور بايما، صراحة ما عنديش فكرة على الكاميوات بحال اللي قلتي، ما كتخصصش فيهم بزاف، واخا ماشي كاميو، هو كاميو صغير، عرفتو كيدير زوين صراحة، هو كيشكرو بزاف ديال الناس كيشكرو، ولكن 2700 كاين 500 اللي عارف. شوف اللي كيدير كيا 2700، هو هو الكاميو الصغير، وي صراحة ما عنديش فكرة عليه بالضبط، نقول لك شي حاجة. ممكن تدخل طبعا الموتور بايمار غادي تلقى تما في لوكازيون، أو لو ممكن تلقى جهة الكاميوات، راه نشوفو جهة الكاميوات راه غادي تلقاه 100%، غادي تلقى تما طبعا. طبعا ممكن نشوف سؤال اخر على ما نقلب على هذا. السؤال اخر، جولف سات ولا سيات ليون اف ار؟ على حسب شنو بغيتي، بغي لك تيكت، بغيتي الكونفور خد جولف سات، بغيتي شي حاجه سبور خد سيات ليون، ما راه بحال نفس الطوموبيل نفس كلشي. شحال من واحد كيسولني كيقول لي علاش كتقول بحال وعلاش نفس الطوموبيل واش كيفاش البلاتفورم بحال، ولكن ملي كنركبوا في هادي كنلقاوها لا علاقه بهادي، راه ما يمكنش، يعني مش حاجه بحال راه ماشي هي بحال. هو دابا الطوموبيل بحال قلتي الشركات كيبغيو يديروا بزاف ديال الاشياء، بحال قلتي كيبغي يرخصوا عليهم القضيه، اش كيديروا؟ كيصنعوا بلاتفورم وحده كتحاول تادابطا بزاف ديال الاشياء ولا بزاف ديال الفلسفات ديال الشركات اخرين. بحال كمثال دابا نفترضوا الجولف نيت، بحال دابا البلاتفورم ديال الجولف مبني عليها بزاف ديال الطوموبيلات اللي بحال قلتي مختلفين تماما، لا شكلا لا نوع القياده لا حتى شي مرات كتقرب حتى بحال قلتي الصحه ولا الكاليتي ديالهم. بحال البلاتفورم ديال الجولف راه فيها الجولف، فيها الكادي، فيها التوران، فيها سميتو، فيها التيغوان، فيها سيات ليون، فيها سميتو، فيها سيات
سيات ليون، شنو فر سكودا اوكتافيا، سكودا رابيد، كلهم هادو مبنيين على البلاتفورم ديال الجولف، ولكن كل وحده اللي ركبتي في هذه فهذه مختلفه. بحال دابا كاين شحال من واحد تيقول لي ركبت عندي جولف ولكن مشيت للتيغوان لقيتها عالم اخر، لا علاقه يعني مكاينش علاقه بيناتهم نهائيا رغم انه في الشركه. راه طبعا ما يكونش، لان طبعا هذاك الشيء هو ديك بحال قلتي الجماليه ديال هذا العالم هذا، لان كاين بزاف ديال الشركات دابا كي بحال قلتي كينتقلوا بيناتهم هذاك الشيء. بحال دابا كاين مثال الماتر، بحال دابا الموتور ديال رونو او في الداسيا او في النيسان او في الداسيا او في هاو في المرسيدس، شنو اخر عاوتاني الموتور ديال بوجو هو اكثر كاع واحد بحال قلت لك كاين بزاف ديال الطوموبيلات، هو كاين في بوجو في بي ام في الميني في الرينج روفر في الفولفو في شي تويوتات كاع، شنو اخر عاوتاني كيف مازدات، يعني كاين بزاف ديال الشركات. علاش؟ لان تتادابط. ولكن راه واخا كيمشي لدوك الشركات راه بحال قلتي علاش كياخذوا هما غير باش ما يصنعوش موتور جديد، حيت باش تصنع موتور جديد راه صعيب وصعيب بزاف. اكبر دليل هو كمثال المرسيدس نهار كانت حيت المرسيدس كانت تصنع ديما الماطر غير الكبار، يعني بحال قلتي اصغر موتور كان عندها هو دوبان 2.2 او 2.0، كان اصغر موتور عندها هو 2.0 ديالها، خاص ما كثرتش منه كانت تكثر من 2.2 يعني 620 او 220 شي حاجه. ومن بعد بحال قلتي ملي قررت انها تصنع طوموبيل صغيره الاكلاس في الوال ديالها 2004 2005 لا عمركم شفتوا واحد صغيره وهز اللوغو ديال مرسيدس، هذيك فشلتهم فشل ذريع في الموتور، يعني ما فيابلش نهائيا، غير المشاكل مورا المشاكل مورا المشاكل، وعيهم يطوروا فيها طنطنة هكا. ولكن بحال قلتي باللي جاوا باش يديروا عاوتاني يصنعوا عاوتاني موتور جديد ويردوا فيابل ويوصلوا داك الشيء، ما عندهمش ديك التقنيه حيت هما فلوسهم كلهم والعبقريه ديالهم كلهم خسروا في الماتر الاخرين. طبعا عارف مرسيدس بان طوموبيل اللي فيابل 100% بحال قلتي في الماتر الكبار 3.0 و 3.5 يعني اللي كان راه واعره بزاف. فاش جات يعني انا هدير موتور صغير شنو دير؟ اسهل حاجه شنو هي؟ انا تشري موتور مع الشركه اللي كتقن الماتر ديالها في الطوموبيلات الصغار اللي التخصصيه ديالها الماتر الصغار حتى هي، حتى هي عاوتاني بحال الشركه الاخرى اللي احتاجت الماتر كبار طبعا راه غتمشي عند شي شركه اللي مولفه تاخد الماتر كبار، كما بحال شي عند بي ام ولا مرسيدس او الاودي ولا شي حاجه يعني بحال هكا. فاذا عندنا ملي تمشي عند الرونو، لان طبعا الرونو عندها الطوموبيلات ديالها تخي فيابل وما عندها حتى شي حد يقولها لك لا حكا الرونو داير ولا الموتور ديال رونو من احسن الماطر في العالم، هو الموتور ديال بوجو الصراحه بالنسبه للطوموبيلات الصغار، يعني الطوب ما كنقارنوش مع جميع الماطر، كنقارنو مع الماطر ديال الطوموبيلات الصغار يعني 2.0 لتحت، راه ما كاينش بحالهم في الديزل خصوصا ما كاينش بحالهم. اذا شنو غدير؟ هذيك اسهل حاجه غتمشي تشريهم مقادين موجودين، ما غادي تضيع فيهم لا تيستات لا حتى شي حاجه، غتهز الموتور تشري تحطها في الطوموبيل ديالها وتعطي لك تركب انت ضامن لك انها شي حاجه فيها ضامن لك شي حاجه واعره، وفي نفس الوقت تركب في المجلس بلي زوبسيون الفخامه ديالها. طبعا هذا غير باش نوضح واحد النقطه فقط، حيت شحال من واحد تيقول لي لا ما بقاش يقول لك الهضره راه مشاركين، لا راه كاين بزاف المشاركين. نشوفوا سؤال اخر عاوتاني. سي حسام، الثمن ديال هيونداي اكس 35 موديل 2014 2015 ماشي دفع رباعي يعني ماشي كات كات، الراي ديالك فيها وشكرا. الطوموبيل زوينه صراحه اكس 35 الطوموبيلات الواعرين، ولكن كنقول واحد الوقيته الوالد ديالي شريها يعني كان فاش كنباع الطوموبيلات وكان يعني بحال قلت كنا مركزين عليها 100% باش ناخذوها، يعني بحال قلت خديت فيها واحد الدراسه كبيره وبحث كبير، وفي ما كان عند شي واحد تنطلق معاه واخا تنطلق معاه في الشارع كنت نسولو شي مرات، يعني كنكون دايز بحال هكا كنشوف يعني انا ممكن نسولو ويجاوبني، كنسولو شحال واحد كنسولو كاع ما كيبغي يجاوبني وكان ما عارفش انا الله اعلم. المهم يعني بحال قلتي بحثت بواحد الطريقه اللي غريبه جدا باش نشوف ديك الطوموبيل واش فري طوموبيل واعره، وصراحه طوموبيل تستحق يعني ما كاينش شي واحد اللي يقول فيها. اصلا هيونداي صراحه نقزات من تقريبا الموديلات ديال من 2008 تقريبا هيونداي ولات شي حاجه رائعه جدا خارقه للعاده كاع، وكلشي كيقولها ماشي غير هنايا حتى في امريكا، يعني بالنسبه للفيرسونات ايسانس ديالها وكاع شي فيرسونات اللي ما عندناش حتى في المغرب ولا في اوروبا كاع، يعني كانوا عندهم تما قبل 2008 تما كانوا عيان، ولكن ديك 2008 2010 ولاو رائعين بزاف 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 بزاف. يعني جمعوا راسهم وعرفوا شنو بغا الناس وشنو بغا الشعب. سي حمزه، السلام خويا، افيستور مرسيدس 620 ديزل موديل 97 ضربه 220000 كيلومتر. شنو نقول لك؟ فهاديك الصراحه هاديك سي كلاس يعني فرماجه اولا داك الموديل كنفضل انا 650، هو 620 زوين اقتصادي واحد شويه مقارنه ب 650، ولكن نفضل انا 650. 650 فيابل بزاف ما فيهش المشاكل ما فيه حتى شي حاجه خصوصا الا كان تيربو، وحتى بلا تيربو زوين، ولكن حتى 620 زوين كاع اغلبيه الناس اللي عنده زعما صراحه ما تشكوش منه، غير ما دخلش اوتوماتيك للاسف الشديد كثير الاوتوماتيك بزاف في المرسيدس، ولكن راه فيه المشاكل يعني طاو زهرك يقدر طيح فيه المشاكل يقدر لا.
كليو كات موديل 2018 ما ضرباش بزاف نقيه، شحال الثمن؟ ستيلتو بلي هذا جاوبت عليه. السلام خويا، ما كاينين السيارات ديال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه؟ كاينين ممكن تقلب عليهم في فليسيت، المشكله ما كثرش بزاف صراحه، ما عنديش شي فكره كبيره عليهم، ولكن بحال قلتي هما كاينين، ولكن في الغالب في الغالب اغلبيه الناس اللي كنعرف انايا وعندهم هذا الاشكال يعني ديال نوع من الاعاقه كما كان او الاحتياج خاص بحال، المهم كيما بغا يكون داك الاحتياج، في الغالب كيجيبوا طوموبيلات ديال برا ديال الديوانه، راه تيكونوا في الغالب رخاص، وحتى الديوانه راه كنظن كيديروا معاهم شي حاجه فيها، انا ما اعتقد لكش كان عندك شي ورقه او شي تابع لشي جمعيه ديال هذوك ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، راه كيعطيك واقيلا واحد الورقه راه كينقص لك، حيت ديجا كنا تناقشنا في هذا الموضوع هذا، ولكن شي 3 سنين هذه ولا 4 سنين كنهضرت مع واحد السيده كانت باغا تدخل كونغو، هي ما عندهاش الرجلين مسكينه، تدخل كونغو كتهبط لها هذيك بحال قلت واحد جسر كيهبط من الطوموبيل، وكتطلع فوق بالكروسه ديال الضو ديالها، وكتمشي بالكروسه ديالك تمشي جهه الشيفور وكتخشى وكتسوق الاكسيلاتور وكل شيء عندها في يديها. وصراحة دخلتها قال لك اسمع لك تعقل ديك، انا كندونتها بشي جوج ونص المليون، شريت الطوموبيل بشي سبعه ودونتها بجوج ونص، وطوموبيل واعره بزاف يعني، كانت دازت واحد المده وجابتها شفتها، طوموبيل رائعه جدا يعني، حتى داكشي اللي دايرين فيها صراحه واعر يعني، انفو تدخل هي البلاصه كتشد بلاصه فكتبان لك بحال طوموبيل عاديه، الكراسه كاينين كلشي كاين وبخير، رائعه جدا يعني ما تتعذب ما حتى شي حاجه. اذا ممكن بحال قلتي كيما قلت لك شوف مع الجمعيات، وفي الغالب شوف واش كاين شي طريقه كيفاش تدون شي طوموبيل من برا يكون افضل، راه ما غاليينش وبرا راه موجودين بشتى انواعهم، مهما كان الاعاقه اللي عندك راه كاين بحال قلتي النوع ديال الطوموبيلات ديالك. سي عزيز تيغوان المون 2017 بلس ديوانا اسكو بون افير او موفيز افير ميو داشتي او ماروك. 2007 تيغوان ماشي موفيز افير، تيغوان طوموبيلات اللي رائعين بزاف ما فيهمش مشاكل، لا عرفتي دابا قلت لك تيغوان خايبه هاد الشحال غادي يبدا يعيرني في اللايف، تيغوان راه الطوموبيل يعني بحال قلتي ماشي غير عزيز على الناس بين قوسين، انا بينات الجداره ديالها صراحه، الطوموبيل اللي واعره بزاف كونفور تري فيابل صحيحه، الفور الكات كات ديالها يعني فور موشن ديالها هي زوين، ماشي حاجه عاديه يعني، وفي نفس الوقت ماشي حاجه صراحه واعره، ولكن في نفس الوقت كيعتق فيها بزاف البلايص، وزائد انا شاده في شاده في الطريق مزيان، غير توكل على الله، ديوانه من الافضل لانها ديوانه عامره بزاف لي زوبسيون، وخذ شي حاجه تكون عامره ما تاخذش شي حاجه خاويه باش تشد لك الثمن، واصلا هي كلمه ديوانه غادي تخلي الطوموبيل تبع لك بزاف بسرعه كبيره، وحتى تقريبا بالثمن اللي بغيتي، ولا عرفتي تشري بالثمن راه ممكن دير بحال قلتي تبيعها بالثمن باش شريتها، ولا على الاقل بقلب شويه. عز الدين خويا حسام معلومات على كاتجار دبل في واش مزيانه؟ وي كاتجار زوينه، كاتجار طوموبيل تاعي الله يعمرها دار زوينه، غير خد الى لقيتي كيفاش تاخد 1.6 يكون بالافضل، 1.5 كتحس بها شويه ثقيله فيه، بحال قلتي الى ركبتي في ميغان وعاود ركبتي في الكاتجار كتجي كاتجار ثقيله ب 1.5، ولكن الى ركبتي في ميغان وركبتي في كاتجار 1.6 كتجي كاتجار اسرع من ميغان بزاف، بحال قلتي حسن تاخد موتور 1.6، هذا اللي كنقول على الكاتجار فقط. شنو بان ليك في مرسيدس 190؟ مرسيدس 190 محبوبات الجميع، الدبابه والمقاتله طبعا، اللي حتى هي الطوموبيلات لو عيرتها كلشي غيبدا يعيرني في الكومونتير يقول لي ما عرفتيش اش دوزات وما عرفتيش اش دارت والناس عرفتي اش داروا بها، وهي طوموبيل زوينه ولكن خصك تلقى النقا، والنقا دابا صعيب بزاف، زائد انا الثمن ديالها غادي وكيطيح صاروخيا، مع ذلك خديتي شي وحده بحال ديك 3 مليون ولا شي حاجه، اي ممكن احسن جينيراسيون فيها هي الجينيراسيون الاخرانيه يعني 90 93 ماكسيموم، وتكون ديوانه الا كانت بشي حاجه اللي بحال قلتي تضرب بها واحد 3 سنين وتبيع، من الاحسن انك تاخذ بحال مثلا موديل 92 93 ولا 91 92 وتشوف شي ديوانه 2008 2010 تكون طوب زوينه بزاف. طبعا ممكن تدخل للسيدي موتور بايمو وتشوفهم قلب على 92 90 93 راه يطلع لك، حيت في الاول ديال 93 راه باقيين مرسيدس 190، لكن شي وحدين قال لي شراوها من موديل 94. رشيد لا وي خويا شنو بان لك في تويوتا رافكات 2006؟ رافكات 2006 لا موفيز افير، هي زوينه واحد شويه ما فيها باش لديك الدرجه توقع يعني بالنسبه لتويوتا، وبياس ديالها باقي غالي بزاف، شوف شي حاجه اخرى احسن.
اسماء خي حسين سلام الباج ديالي البي جي ديالي 12 مليون. اما احسن هوندا اينا موديل او هيونداي هوندا سي ار في او هيونداي اكس 35. صراحة هوندا سي ار في طوموبيل زايدة بزاف مقارنة بالاكس 35، حيت تاني هوندا سي ار في كتقارن مع سونتاف مع كيا سورينتو، يعني بحال قلتي ماشي بحال اكس 35، ولكن مع ذلك كنفضل الاكس 35 في هذه الحالة. هذه الاكس 35 مطلوبة اكثر من هوندا، البياس ديالها موجود على الهوندا ورخيص، وحتى فيها هو الاكس 35 فيها الموتور 1.6 فيها 6 شوفوات في الموتور، يعني فيها 6 شوفات في الوراق، الوراق ما تمل الهضره حتى في اليوم، فيها 6 شوفات في الوراق. شي فقط اللي غنقول، المهم ممكن تدخل السيت وطبعا تشوف، واخا كانت 12 اليوم ما تلقاش اكس 35 نقيه. كنظن واقيلا لايف تقطع، لا باقي. سياسي الناصر قال لي سيات اليوم وغولف سات بحال راه جاوبت عليه دابايا. شو اللي بغيتي انت، واش بغيتي سبور ولا كونفور؟ مرة تقريبا بحال نفس الطوموبيل. خويا تيكون 2010 2000 مش السؤال طار. هيونداي توكسون ولا تيغوان بلاد اوتوماتيك؟ الصراحه بجوج صعيب نقول، خصني نسوقهم وشوف، حيت ما سكتيش وما عمرك تعرف، حيت مقاربين بزاف بحال قلتي. توكسون الاخرانيه مع تيغوان الاخرانيه مقاربين لواحد الدرجه كبيره، لا في الكونفور ديالهم لا في الكاليتي لا في كل شيء. في نظري انا شوف الديزاين اللي عجبك وخذ، ما غاديش تندم عليهم، حتى البياس تقريبا مقارب، كلشي مقارب. وتيغوان بلاد تا راه ما كتشتش الثمن بزاف، يعني تقريبا بحال يعني بحال، ما كاينش شي ميزات وسلبيات، هذه تقريبا نفس الايجابيات نفس السلبيات، يعني وحتى لي سباس ديالها مقارب كلشي مقارب، يعني ما غتندمش لا خديتي لا هذه لا هذه، ما غاديش تندم. خويا بخي وشحال ضربه؟ لا شنو هو الثمن؟ خالد سوري سلام حسام، باش نصحني الزيت في دونج اللي يليق للسيكات. يليق السيكات 5W30، 5W30 هي احسن زيت. راه كاين واحد اللينك هنا في رميناه دابا في الكومونتيرات، طبعا الناس اللي ما جاوبتهمش في اللايف يعاودوا يكليكوا على داك اللينك، راه غيديهم ديريكت للفوروم. حيت البارح شي واحد سولني قال لي راه ما لقيتش اللينك، ما عرفتش الفوروم فين كاين، تا وين الفوروم وما عرفناش كيفاش كاين. دير دبليو دبليو موتور بو ام في جوجل، ولا دير موتور بو ام في جوجل سلاش فورم غيعطيك. ما عرفتيش راه هو كاين دابا اللينك هنا في اللايف، يعني حتى يسالي اللايف وعاود كليكي عليه، ولا بيت كليكي دابا تدخل تطرح السؤال ديك دابا راه ممكن تجاوبك من بعد اللي بغيتي. راه المهم راه كاين اللينك هنايا، وكنعاود نذكركم عاوتاني باش تبارطاجيو هذا اللايف هذا الماكسيموم، حاولوا كتبارطاجيو الماكسيموم وديروا لايك طبعا لو ماكسيموم بوسيبل. كيا سيراتو استشوفوا ولا سيراتو ستوري ستروين اليزي عارفش بالضبط ما قريتش العربيه صعيب تقرا عبدو بن الي. كيا سيراتو مهم احسن من ستروين، كيا سيراتو تخي فيابل واعره استشوفوا بجميع كاع الفيرسيون ديالها. كيا سيراتو اللي فيها 2.0 فيها 8 شوفوات حتى هي تخي فيابل، هي الكونسومسيون ديالها عاليه، هذا هو اللي خلاها طيح في الثمن بزاف، ديال تقريبا شي 5 ونص دابا 6 مليون وقيله. سلام خويا فورد كوغا 2012 انفو عليها والبخي ديالها. كوغا 2012 طومبي زوينه حضير مع الكيتومبرياج، الكيتومبرياج ديالها كيموت دغيا الديسكو داكشي دغيا كيموت، وفولا موتور كلهم دغيا كيموتوا فيها بالزربه. الا كانت خديتيها اوتوماتيك حضي مع السوكان ديالك ما تعرفش على لومبرياج بزاف، هي شويه بحال قلتي الوقت فاش كتعرف على لومبرياج تكون سريع طق طق وما تعطلش فيه نهائيا مهما كان الظروف، ما تعطلش فيه كنتي في طلعه ما ديرش دي مارجون، كنت ما تقولش ديك اللعبه انا واعر في السوكر بلا ما تطلع فرانا مان وتطلع بشويه، ولا تطلع البوطونه ديال الا عندك الاوتو هولد كاميتا في الطوموبيل تقول راه نطلع، لا استعن بداك الشيء من الافضل. كانت اوتوماتيك خلاص راه غتسوق هي براسها، ولكن حضي ان هذاك الشيء غير كيموت وراه غالي، راه تقريبا ديال 4500 درهم الكيسه ديالها. شوفوا سؤال اخر عاوتاني انس، عندي بورش كاين 2012 ديوانه فول اوبسيون، بغيت ندير روبريز باناميرا 2013 فول، شنو بان لك؟ شنو نقول لك، باناميرا الطوموبيل صراحه يعني بلوس سبورتيف، غتحس براسك بانك بحال قلتي ركبتي في سبورت كار احسن، حيت بورش كاين ديجا واخا هي كات كبيره واسعه.
يعني بحال قلت كتبقى ديك عاليه، كتبقى بحال قلتي مقموعه واحد شويه بالنسبه للطوموبيل سبور، ولكن ملي غتشد باناميرا يعني زايد اكثر. بالنسبه لي زوبسيون تقريبا بحال كلشي بحال الركبه شويه غادي تقساح حيت كاين شويه فخمه شويه اكثر، وبالنسبه للحجم راه باناميرا تبارك الله هي راه كبيره في الحجم ما كاينش، زائد انا كادي تضيع في السبوس. انا باناميرا طبعا ربعات البلايص راه ماشي هي بحال كاين يعني الكوفر كبير. طب باناميرا صراحه الكوفر كبير داير، انما بانامير لافونتاج ديالها هو كتشي الثمن على كاين دابا دابا راه غادا فن هابط في الثمن. طب بانامير هبطوا الصراحه ولكن ماشي بحال كاين. اذا كنت باغي بانامير ايسانس خصك تاخذ شي حاجه على الاقل الفور اس او لا التيربو. كنت كتهضر على الديزل طبعا راه ماشي مشكل، لما تاخذ شي ديك الديزل العادي اللي فيها 240 شوفو، خذ بحال اللي فيها 280 او لا الاخرى اللي فيها 340 شوفو. شوفوا سؤال اخر او ثاني. خويا تويوتا سي اتش ار موديل 2019 طونابي. وي الطوموبيل 4x4 صغيره الهيبريد ديال تويوتا. لحد الان كلشي كيشكرها، ما كاينش فيها حتى شي عيب، ما فيها حتى شي مشاكل. يعني تقريبا دابا هادي راه جايه العامين باش خرجت 3 سنين تقريبا، المهم جايه 3 سنين باش خارج دابا هادي. راه الطوموبيل صراحه رائعه بزاف، الديزاين يعني زوين بزاف، صغيره زوينه في المدينه، البواط سي في تي، الكونسوماسيون هي ناقصه مقارنه بالليسانس ولكن زايده مقارنه بالمازوت. يعني كانت صغيره بحال في المازوت غادي تكونسومي قل من هونتا سي اش ار، هادشي اللي غادي نقول. يعني بحال كمثال الا قارنتي شكون طوموبيل قصير بحال نقولوا الداسيا دوستر كمثال نيسان قاشقاي كاشكاي، كاشكاي غادي تكونسومي قل منها في 100 كيلومتر. سؤال اخر، واش تويوتا ياريس 2018 ديزل مزيانه؟ وي مزيانه، توكل على الله. تويوتا ديزل واعره بزاف، وتويوتا ايسانس حتى هي واعره بزاف، غير توكل على الله. كنعاود نذكركم عاوتاني باش تبارطاجيو اللايف، بليز بارطاجيو اللايف، ديروا لايك، ديروا لايك لماكسيموم. شي سؤال يكون زوين ولا شي سؤال. خويا فيستا 2013 ديزل بخير الله يحفظك. 2013 البري فيستا تقريبا بحال 8.5 مليون، 8.5 حتى 9 على حسب الا كانت اوبسيون ماكسيموم 9، ما تفوتش فيها 9 غادي وي بحال 9 مليون ماكسيموم. دخل السد ديال الموتور بايما وعاود تاكد عاوتاني وشوف. المهم راه الثمن ديالها هو هذاك تقريبا 8.5 9 مليون باش مزيانه. comparaison entre Fiesta Essence 2014-2015 et Clio Essence 2014-2015. صراحه بزوج زوينين زوينين. شنو نقول لك بالنسبه لي ناخذ فيستا ايسانس حيت تقريبا جوجهم بحال في الجهد بويسونس وكلشي. فيستا زايده واحد شويه بالكاليتي والسوقان فيها واحد شويه تاهي زوين، حتى كليو الحرام زوينه في السوقان ولكن حتى فيستا احسن شويه. يعني بحال قلت كاين ديك النقشه زوينه اكثر. أناس شنو بان ليك في الرينج روفر 2012 اوتوبيوغرافي؟ اش نقول لك، هي طوموبيل زوينه بزاف واعره حظي مع سيسبونسيون ديال لير اللي فيها، خصوصا ديك البومبا الا ماتت راه غاليه بزاف، راه تقريبا فيها 2 مليون. هذا هو اللي بحال قلت هذا هو اللي خايفها، الا ماتت هي ما كتموتش ديما ولكن الا ماتت غادي تندمك. الطوموبيل كتهبط لتحت وما تبقاش تطلع تهبط وكتولي خايبه في الفيراجات. يعني افترض انها هبطت اصلا تولي الشكل ديالها خايب ما فيها ما يتشاف. ثانيا تولي في فيراجات خايبه، يعني تقدر تقلب بيك ولا شي حاجه تسويت، يعني خاصك تخدي الحذر ديالك. فقط هذا هو البروبليم اللي فيها، ماشي مشاكل اخرى ما فيهاش. الموتور فيابل وزوين، ما تاخذش في 8 واخا هو واعر زعما وزوين ولكن راه حتى حد ما كيبغيه. سكودا اوكتافيا كامل سكودا اوكتافيا 2016 بان لك فيها 2.0 تدي 140. سكودا اوكتافيا طوموبيل واعره، ديما كنشكر انا ديما غير اللايف ديال البارح واللايف ديال السبت والحد، السبت والجمعه حتى هو قلت بانها طوموبيل واعره وخودها. سكودا اوكتافيا خودها مغمض طبعا، غير راقب من لاكسيدون وراقب من الكيلومتراج اللي يكون مزور، لان كيتصور في الكيلومتراج ماشي بالضبط غير فيها هي، بزاف ديال الطوموبيلات تيتصور فيها الكيلومتراج للاسف الشديد. الضمير ما بقاش عند المغاربه بزاف في البيع والشراء، خصوصا ما كيرحموش، وكلشي كيبغي الخير غير لراسو ما كيبغيش الخير لغيره. سيمو ياسين سيل فو بلي البري ديال باسات سي سي ايرلاين فور موشن 2015 ديواني و 2019. تقريبا 19 مليون و 20 حتى 22 مليون ماكسيموم. الايرلاين صراحه هي قليله شويه
ماشي قليله بزاف، حيت اغلبيه الايرلاين اللي كتشوف في الشارع راه ماشي ايرلاين فري، الايرلاين فري يعني فري فري، حيت كاين شي واحد شحال من واحد كيجيو من برا ايرلاين، ولكن فاش كتدخل لهم الكود ديالهم ديال كارت جريس في جوجل باش تقلب واش يعني بحال انت المواصفات واش اللون هذاك فري، واش مصفوره، شحال كيلومتر اللي خلات في برا، بحال دابا 2019 يعني راه خص على الاقل 100% غادي تعرف شحال كيلومتر اللي خلات في 2019، يعني بحال قلتي الا في حاله درت ديغنوستيك وما قشع والو انهم زور في كيلومتراج تما راه كيخليو كيلومتراج في الفيزيت تكنيك يعني في المواقع، بحال العكس للاسف الشديد حنا المغرب ما كيديرش هذا الشيء. تما غادي تعرف بحال قلتي حتى واش ايرلاين فري ولا ماشي فري، وحتى واش فورموشن فري ولا ماشي فري، حيت انا شفت واحد لوكا ماشي ترى حاجه الباسات سي سي ولكن ديال باسات نورمال ديال لها مولها فورموشن، شرا ليها البواطه في ديك الفيديو ديال الفيتاس مكتوب فيها فورموشن، الفولون حتى هي مكتوب فيها فورموشن، اللوغوات في الجناب كلشي، وفي الاخر ماشي فورماسيون اللي دخلناها تما لقيناها غير 2.0 و110 شوفوا من الفوق، يعني حتى ماشي ال 100 ماشي 140 وماشي ال 170 184 يعني حضي مع هادو. الثمن ممكن طبعا تدخل للموطور ديال بوئما وتشوف الثمن تما وتاكد بانه فري واش هذا الشيء اللي ولا لا، وغنشوف حتى ليكزومبل تما طبعا غندخل عاوتاني للمنتدى وكنعاود نذكر عاوتاني الناس اللي ما جاوبتوش هنايا بليز دخلوا المنتدى وحطوا الاسئله ديالكم تما، راه كاين واحد الكومونتير هنا في اللايف راه غتلقى طالع الفوق راه هو اللي دار فيه اللينك ديال المنتدى باش كليكي ودخلك وصيفطك ديريكت للمنتدى تحط الاسئله ديالك. سي عبد الله بي ام دبليو 335 اي اين موديل فيها بي جي ماكسيموم 13 مليون، 13 مليون اصلا غادي تحكم عليك انا باش تجيب موديل 2007 2008، صراحه 2007 2008 فيهم احسن موتور وواعر بزاف، هو ماشي فيابل الطوب ولكن بحال اللي قلتي موتور واعر، بحال قلتي قابل للتعدال، الصوت ديالو واعر احسن من الموديلات الاخرى اللي جداد احسن من 2011 2012، الكونسوماسيون ديالها هي مزيانه كله مزيان، الطوموبيل صراحه واعره من الطوموبيلات اللي حاط عليهم عينيه دابا انايا بشكل كبير جدا. خويا اش بان لك في بوجو 308 ديزل موديل 2012 البري ديالها سيل تو بلي؟ اش بان لي فيها؟ طوموبيل مزيانه، طوموبيل مزيانه، دابا اغلبيه كنقول لهم طوموبيل مزيانه، حيت اغلبيه الناس اللي كيسولوا هنا اغلبيه كيسولوا طوموبيلات صراحه زوينين، ما كاينش طوموبيلات اللي كيكونوا اللي كيكونوا عيانين، قليل فين كنسمع شي واحد يعني اغلبيه الناس بحال قلتي كيمشيو نيت بحال قلتي اصلا ما كيختاروا ديك الطوموبيلات تيكون عندهم واحد الاراء ديجا قبل قليل فين كتلقى شي واحد يقولك انا شوف ما عارف حتى حاجه سمعت ولا شفت وعجبتني هذه، في الغالب تما فاش كتلقى شي مرات كيطيح في طوموبيل اللي ماشي هي هذيك، ولكن اغلبيه كتلقاهم تيسولوا مزيان عاد كيختاروا. المهم باش ما ننساش بوجو 308 طوموبيل زوينه لها عمرها دار، هي السمعه ديالها شويه ناقصه في السوق ناقصه، ولكن الا سولتي شي واحد شنو خاسر فيها ما غادي يقول لك والو، بحال قلتي غير ما مطلوباش حيت ما مطلوباش فقط، ماشي زعما حيت فيها بروبليمات ولا شي حاجه، دابا بحال قلتي البروبليمات ديال بوجو ديال الماضي خصوصا ما بين 2000 و2005 هما اللي بحال قلتي خرجوا عليها شويه في السوق، ولكن هي طوموبيل واعره. بالنسبه للبخي 2012 9 المليون، تجيب شي حاجه زوينه ونقيه وزوينه، طبعا ممكن تدخل موتور بايما كتب 2012 كتب 9 المليون وغتعطيك بالضبط داكشي اللي بغيتي. خويا وائل ابو راد خويا طوموبيل فات لوكاسيون 5 سنين يا رسول الله باش كتنصحني؟ طوموبيل ديال لوكاسيون انا شخصيا يعني الراي ديالي الشخصي ما كنتيقش في الطوموبيل ديال لوكاسيون، لانني كنت نكري الطوموبيل بزاف ديال لوكاسيون وكنشوفهم كيدايرين في الطريق وبحال قلتي يعني المشاكل اللي فيهم الحاله ديالهم كي دايره، شحال من طوموبيل ديال لوكاسيون خديتها انا يلا ضربت من 1000 كيلومتر كارثه، واغلبيه اكسيدونتي اغلب يعني بحال قلتي فيهم مشاكل الكترونيك، اغلبيه مبدل لهم البياس الاوريجينال محيد، وطبعا على حسب اللوكاسيونات اللي كانت فيه ما عرفناش مولاها واش راه كاين لوكاسيونات اللي مولاهم لاباس عليه، يعني بحال قلتي ما خصوش الفلوس واللوكاسيون خدامه مزيان كتدق الفلوس، ولكن فاش كتخسر شي حاجه كيمشي كيبدل البياس رخيص او لا العكس كتلقى لاباس عليه والفلوس موجوده وكل شيء موجود، ولكن دوك الخدامه اللي عنده كيعطيهم باش يمشيو بحال كيما تيجيبوا الفاكتورات من لاميزون كيمشيو كيتفاهموا مع شي واحد المهم كيديروا الخطوات ديالهم كيجيبوا البياس العيان، يعني في هذه الحالات هادو كامل للاسف الشديد كيدعى باش ان الطوموبيل ديال لوكاسيون تبع عندهم احتياطا فقط. واش كاين طوموبيل ديال لوكاسيون زوينين؟ كاينين. واش بزاف الناس تقول طوموبيل ديال لوكاسيون؟ كاينين. انا شخصيا ما كنصحش ما كنصحكش باش انا كنت اخد طوموبيل ديال لوكاسيون،
وائل ابو راضي خويا جاوبني كليو كومبيس اسانس الثمن عافاك جاوب كليو كومبيس اسانس كومبيس كتشد الثمن ديالها في السوق وداكشي ماكسيموم ماكسيموم الثمن 5.2 مليون ما تفوتهاش في الطوموبيل طبعا دخل السيت وكتب كليو كومبيس 2007 وكتب 5 مليون حتى 5.5 ديال 5000 درهم 50000 درهم وحتى 55000 درهم راه غيطلع لك داكشي اللي بغيتي الموديلات اللي زوين وخد شي وحده تكون فيها الكليما ما تاخذش شي وحده ما فيهاش الكليما باش باش تشد لك اولا الثمن في السوق ثاني ترى لقيت الكليما جايه هذه والكليما راه شيء ضروري دابا خصوصا اللي عندك الدراري الصغار يوسف كرام سلام خويا الثمن ديال الجولف سات جي تي دي ولا ديوانه ولا فيلا ديوانه المهم ما عرفتش بالضبط المهم جولف سات جي تي دي كلهم اصلا ديوانه ما كتبعش جي تي دي دبليو في المغرب جي تي دي الثمن ديالها على حساب اش الموديل تقريبا دابا ولا كيبداو دابا من 24 مليون حتى لديك 33 ماكسيموم الجي تي دي يعني 7.5 الاخراني يعني 2019 بحال هكاك تقريبا وصلت باش 33 34 مليون ولكن بحال هكا جي تي دي اللي 2013 2014 راه هبط 24 مليون وكاين شي وحدين كاع تيبانو 22 مليون الا قلبتي مزيان غير هو جي تي دي سمح لي جيتي دايره فيها الخواط بزاف 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 هذا الاخر هذا فيها اللي اكسيدونتي بزاف اللي عاود لهم الصباغه الكيلومتراج خصوصا الكيلومتراج بلا كيلعبوا عليه بزاف حيت دغيا بحال قلتي كيخترقوا لها العقل ديالها وكيديروا زائد كاين واحد الحاجه اخرى هو كاين بزاف الناس اللي كيديروا لو بروغ لا علاقه رخيص داك الشيء باش يجرب يتصاوب مع الدراري ديك اللحظه ان فو كيسالي كيمشي يجيب كالكولاتور جديد كيلصقوا وكيبيع الطوموبيل والموتور وكيكلو الدقولاصه يعني حدا من هاد الاشياء هادي لا راه الكالكولاتور اللي كان جديد راه غادي تيقول بانه جديد فاش الاخر كيدير الدياغنوستيك راه كيعرف مهدي فيها الطوا سكودا اوكتافيا واش مزيانه وي سكودا اوكتافيا مزيانه السلام عليكم من فضلك بوجو 3008 ولا كاشكاي لطيف بوجو 3008 كبر قوى كونفور كتر حتى لي زوبسيون كلور ديزاين احسن ترى حتى الديزاين ديال الكاشكاي زوين صراحه تعجبني الديزاين ديالها بزاف انما كنفضل بوجو 3008 افضل سلام احسن اس يو في في حدود 24 مليون وشكرا احسن اس يو في في الثمن ديال 24 مليون احسن الا كنت تهضر على الجديد دولفي احسن حاجه ممكن تشري 24 مليون كنظن هي كيا سبورتاج او لا اوبل جروند لاند اكس ولكن ميل جهتك هي سبورتاج اكثر كنتي كتقلب على شي حاجه اوكازيون غنفضل بحال هيونداي توكسون تكون توت اوبسيون شي حاجه تكون توت اوبسيون او لا تيغوان تيغوان تاعي تكون توت اوبسيون تكون كوير ما تكونش داك ما يكونش يكون كراسه جلد في الغالب الفولكسفاجن كامل لقيتيهم تكون كراسه جلد كيكونوا طالبين مطلوبين في الثمن اكثر سي حسن السلام عليكم الثمن ديال نيسان كاشكاي 2014 دابا غتلقاها تقريبا ب 15 مليون حتى 16 مليون ماكسيم ولا كانت اوبسيون بعض الحالات كتوصل 17 مليون الا كانت الفيرسيون توت اوبسيون شفت الفيرسيون توت اوبسيون كيسميها اكسنت اكسنت هكا ولا اكسنت بلس المهم بحال هكا ولا اسنت بلس المهم توت اوبسيون راه فيها 1.6 ماشي 1.5 هادوك راه تقريبا وصل 16 ونص 17 مليون وهادوك هما الواعرين صراحه في كاشكاي للاسف الشديد هو غالي بزاف في الجديد ولكن واعرين بزاف خويا بغيت ناخذ كليو كات 2017 اوتوماتيك عافاك البخي باش مزيانه كليو كات اوتوماتيك غاتوكا الله ما تخافش الاوتوماتيك ديالها وخذها بالنسبه للبخي وبالنسبه للسيد اللي عنده كاشكاي ولا حتى السيد اللي عنده كليو كات ممكن تدخل طبعا الموتور بايما تكتب 2014 او الاخر يكتب 2017 ويشوف الثمن ديالها ويشوف الثمن ديالها تما هي في السيت طبعا ديال الموتور بايما الثمن 2017 اوتوماتيك اوتوماتيك كيمشي الثمن من الدماغ 10 ما بين 10 مليون حتى 10 ونص ديال المليون تقريبا رونو جراند سينيك 1.9 دي سي اي 2006 ديوانه 2010 شحال نبيعها اولا راح حط في ديال موتور بايما طبعا وحط تصاور زوينين ما تحطش بحال كي حط تصاور واضحين
التصاور ديال القدام يكون بقدام كله باين، واخا يكون فيه الضرب ولا شي حاجه غير حط، حيت ما غاديش تخدع طبعا الناس تقضي على الوقت ديالك انت اكثر ما كتضيع، حيت الا كانت فيها شي ضربه ولا شي حاجه وجات واحد تال عندك على شاف الضربه على يمشي في حاله، الوقت ديالك انت اللي كتضيع وكتضيع حتى وقته هو، ولكن وقتك انت كتضيع اكثر. ماشي غير يشوف الضربه يقول اه ماشي مشكله انا نشتريها، راه الله اعلم يعني، ما حتى الضربه وجا عندك شي حد راه هذاك 100% دار في الاعتبار ديالو الضربات. وصور الفولوم مزيان، صور الكيلومترات، صور الكراسه مزيك ما فيهمش شي ضربه ولا شي حاجه، صور اللور هو مزيان كامل، وحط المعلومات هما كاملين كما حركة حتى دابا سوني جراند سينيك. شحال الثمن تبيعه؟ 2006. الا كان تفرين قيح 1.9 راه موتور زوين، والديوانه هي زوينه، الديوانه 2010 طوب كاع ديال الديوانات. شنو نقول لك، حط بحال 7.5 حتى 8 المليون، يعطيك فيها شي واحد 7.5 7. هشام لقيت سي ماكس 2010 اون بورتينو فيها موتور 1.7، سولت ما لقيتوش في المغرب، وين 1.7 ما كاينش في المغرب. واش مزيان؟ الصراحه ما عرفتش بالضبط، حدا خصني نقلب على موتور 1.7، ما عنديش فكره عليه. الموتور اللي معروف 1.6 ولا 1.5 ديال الاخرين معروف بزاف وداير. سي هشام غادي نقول لك تدخل للموتور المنتدى ديال موتور بايما وتعاود تحط السؤال ديالك تما، انا غادي نقلب وغنعاود نجاوبك تمايا وغادي نشوف طبعا السؤال. كنعاود نذكركم عاوتاني باش تبارطاجيو اللايف عاوتاني الماكسيموم، بليز بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم باش عاوتاني بزاف ديال الناس يستافدوا معنا. يحيى حسين السلام عليكم، ربما الافضل يكون الجواب على الاسئله على حسب الاصداقيه، بما انه كثير ربما الاحسن فارق طرح اسئله للمباشر على حسام حسب الاسبقيه باش يبقى مركز على الجواب. وي راه هذاك الشيء اللي كنديروا، حاط واحد الحال واحد الشاشه هنايا كنشوف فيها الاسئله كيطرحوا وكل شيء، ولكن راه صعيب الاسئله شويه كثار بزاف كيغربوا الفرح، حيت المشكل فاش كتكون لايف السؤال لما تطلع ودز عليه التوقيت صافي كيغبر ما تيبقاش يبان، حتى تيفوت اللايف عاد كيبدا يبانوا الاسئله عاوتاني، كيكون دابا صعيب يعني كيشكل صعوبه على الجميع. وطبعا كما نعاود الا ما حطيتيش اللايف هنا راه بحال قلتي اللايف يعني هي باش طريقه مباشره نجاوبك فقط، ولكن راه بحال قلتي واخا الجواب ديالي راه ما كيكونش بحال قلتي اكثر دقه، بينما في الفوروم غتلقى الجواب ديالي اكثر دقه في بحال قلتي الاثمنه الادله الا كان شي حاجه بحال قلتي فيها شي خلاف، حيت دابا حتى قلت شي حاجه كمثال ما عجبتش بحال قلت لك غادي تلقى الطوموبيل 17 مليون دخلتي انت ما لقيتهاش كاع ب 17 نهائيا، راه بحال قلتي غتجي غادي تعاود ترد عليا يعني بحال قلتي شحال تما حاجه غادي تكون فيها احتكاك يعني بحال قلت، وعاد الاراء وتقدر تسول ماشي سؤال تقدر تسول 10 اسئله مختلفه. ماشي بحال انا صعيب شويه كتقدر تمر ديك غلطي في السؤال ديك وقريتو لقيتو مغلوط ما غاديش نعاود نجاوبك عاوتاني. قال شي سام سايد في نمبر سي با غراتويت، لا كاين مواقع اللي كيحطوا غراتويت خصك تقلب، حيت دابا انا كنقلب فيه دائما ما عمرني طلعت في المشكل، كنطيح في مواقع ديال الفلوس وهذيك شي مواقع ديال الفلوس اغلبيه ما غاديش تلقى فيهم الجواب ديالك، لان ديجا جربت واحد جوج مواقع وبالفلوس خلصت فيهم فلوس وفي الاخر كاع ما لقيتش داكشي، كتلقاهم في مواقع ديال الفابور ديال الفلوس طبعا هما اللي كيطلعوا لان هما اكثر اللي كيخلصوا الايجار، لان عندهم طبعا اكثر وحدين بحال قلتي عندهم الخدمه ديالتهم هي هذيك يكون الربح ديالهم هو هذاك طبعا، انما كاين مواقع اخرين عاوتاني غير قلب مزيان راه غادي تلقى ضروري. كاين شي مرات ما كتلقى مواقع كيعطيك بزاف ديال المعلومات ولكن ماشي معلومات كاملين، ولكن راه تيكونوا معلومات مفيدين على الاقل يخلوا لك الثقه شويه في الطوموبيل او لا عندك شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الناس اللي كيسولوا على الاثمنه، راه كاين واحد الساعه ثاني حطينا عاوتاني واحد سميتو واحد الليان باش يعطيك الثمن تقريبا البسيط اللي دخلت قبيله خصنا نقلب فيها، راه كاين واحد الليان تمايا عاوتاني باش يوريكم بحال قلتي بحال تقلب الثمن راسك وتعرف وتقارن الثمن بلا ما قحل كمثال تسولني على الثمن اولا سولني حتى انا معلاش لا، حيت هذاك الموقع ماشي بحال قلتي 100% مضبوط، ولكن راه هذايا حيت كاين شي طوموبيلات اللي ما كيكونوش في دماغي انا دابا خصوصا في هاد الوقت ديال الكورونا، هادي بعدت على السوق دابا وبعد حتى حاجه بحال دابا فاش اللايف فاش كندير اللايف دابا عاد بزاف ديال الطوموبيلات تنفكروا وشحال مره تيقول لي شي واحد الثمن كنقول لي شي مره الثمن تتفوت واحد شويه كنتفكر بالي انت قلت عليه بواحد شويه ولا شويه، وبحال قلتي كيبقى فيا الحال لانه بحال قلتي ما كنبغيش بنادم يتزرف اولا كمثال يعطي الثمن اكثر يقول راه صافي فلان قال لي اذا ماشي مشكل، وفي نفس الوقت عاوتاني ما كنبغيش نظلم هذاك اللي كيبغى يبيع حيت كندير راسي بلاصه هذاك اللي بغى يبيع بلاصه هذاك اللي كيبغى يشري، يعني صعيب شويه بحال دابا شي واحد بغى يبيع كليو قلت له راه 8 غيجي كلشي الناس بقى يعطيو 8 هو ما تستحقش كمثال 8 خصها تسعود على الاقل ولا 10 يعني صعيب شويه اللي كاش دابا راه دماغي بحال قلت لك واحد الثمن راه لاحظت انا كنتعطل، ولكن تذكر شي واحد شي طوموبيل اخرى عاد واش فيها بل واش فيها هاد لي زوبسيون ولا واش هكا ولا شكا كنجاوب بالزربه،
انا اثمنه راه ارقام شويه صعيب بنادم يبقى عاقل عليهم. انا كنت نعقل عليهم بزاف مؤخرا، ما بقاش خصوصا لاحظت مؤخرا كنت نعقل عليهم بزاف. الحبس في الدار خايب. احمد غربي اوبيل جروند لاند اكس 1.5 130 شوفوا اش بان لك فيها. طوموبيل توب 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 توب، طوموبيل عز عليها بزاف وواعره. ماشي عز عليها حيت الديزاين ديالها زوين ولا شتها، انما صراحه الطوب وحتى الناس اللي عندهم كلهم كيشكروها، لا هنا في المغرب لا برا المغرب لا واعر. علاش كنذكر بزاف برا المغرب؟ لان بزاف كنعتمد على الفورمات ديال برا المغرب حيت هما اللي كيعطيو الاراء ديالهم بزاف. حنا في المغرب للاسف الشديد ما عندناش، ما تعطيوش الناس الحلقه ديال الفيدباك والراي. حتى لاحظت في الفورم فاش كيستول شي واحد في الفورم على شي ماركه وكيمشي بحال تيقول لها شوف راني غدا غنمشي نشري الطوموبيل الفلانيه عطيني معلومات عليها بزاف كنعطي طاطا طاطا تقلب فيها دير بلي كيمشي كدوز اعوام واعوام وما كيجاوبكش كاع، ما كيمشي شريتها ما كاين حتى حاجه، ما ديرش واحد 6 ولا 7 شهور ويعاود يرجع يقول لك انا كاين فيها بروبليم في الفلاني او لا كلمه كامثال يرجع يقول لي شوف داكشي اللي قلتي انت كامل راه خطا ما منوش. ما بقاش تقولوا للناس الله يرحم والديك راك غلط صح الافكار ديالك، راه ماشي مشكل هذا راه غير بحال قلتي افكار، راه ماشي عندي كاع الطوموبيلات كاملين واقفين عندي هنا، راه هي التجارب ديال الناس كنجمعهم وكنقولهم زائد حيت حب ديال المجال. يعني من الافضل انك كمثال تعطي الفيدباك، يعني كثر الناس اللي كنقول لهم دابا دخلوا المنتدى كمثال من هذا المنبر اللي دابا كاين، اللي كتدخل المنتدى وتطرح السؤال ديالك دازت واحد 3 شهور 4 شهور شري طوموبيل عاود قولها لنا عاوتاني قولها شريتها لقيت فيها زوينه ما زويناش صراحه ما صلحتليش انا ها علاش وها علاش وها علاش. كاين ناس كيديروها قلال بزاف حاليا بدا العام كامل شخص واحد اللي دارها واحد واحد الاخ كان شرا هيونداي اكسنت ومن بعد شراها عاد قال لك راه شريتها لقيتها زوينه كذا كذا دازت عطيني شهر قال لك هاش فيها اش فيها اش فيها الكونسوماسيون اكزاكت ديال الطوب. بحال داكشي كيعزز الافكار كتقول اه فري دابا راه تخيل هذا فهمتي، يعني افكار مزيانه بحال هكا وكان في نفس الوقت كتساعد الناس اكثر. يعني انت فاش كنجي نجاوبك انا واحد اخر هنايا كيكون عندي افكار اكثر وتصور دابا ديروها نتوما كاملكم راه كتكون القضيه احسن. واخا نشوف سؤال اخر سمحوا لي كنطول في هذه القضيه ديال عوض جواب الاسئله، ولكن كما قلت لك راه الاساس راه هو انك تمشي للمنتدى حيت بالنسبه لي المنتدى هو اهم بلاصه ممكن تجاوب فيها. كما قلت لك انا كندير الابحاث ديالي اكثر تمايا. السلام بغيت نخويا حسام نسولك على كارنيس ما عرفتش بطش الطوموبيل هذيك احمشها كاع. شنو احسن هيونداي اكسنت 2009 ولا كيا سيراتو 2009؟ كيا سيراتو حسن لان كيا سيراتو بحال قلتي بحال هيونداي الانترا، الانترا حتى هي واعره لقيتي الانترا 2009 حتى هي على الطوب. بلي كونفور الموتور قوى شويه على اكسنت وحسن حتى في الكاليتي ديال الماتيريال. شنو بان لك في بي ام دبليو سيريسات 1990؟ انا ريناري ناري ذكرتي ليا ما احسن حاجه عندي في الدنيا هذه اللي مشكله قليله في المغرب بي ام دبليو 38 تناري هذه الطوموبيل نقلبوا عليها بالريق الناشف دابا ما تلقاوهاش. خصوصا بحال البي ام 750 اي في 12 ديالها 12 سلندر او حتى 740 خاص 740 كان فوق 750 كاين شي وحدين تيبانوا مره مره ولكن قليل. دابا اللي كتبان المشكله في الانترنت كتبان لي انا غير تيقول لك بغيت نبيع البياس ديالها لافيرا لا ملي بيتي البياس ديالها راه ما كايناش هي اصلا. فبحال فاش كنت في قنيطره ساكن كنت تلاحظ بانها كاينه بزاف في قنيطره مازوت، كاينين بزاف مازوت. المازوت صراحه ماشي من اللي كيعجبونيش ولكن هما راه واعرين تخيفياب. المازوت المشكله هو الفيابل هو الواعر هو الزوين في هذوك 38. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش 38 اولا السيريسات، السيريسات هي الطوب ديال الطوموبيلات ديال بي ام في ديك الوقيته ديال 96 2001 بحال قلتي اغلب بي ام ممكن تشري وافخم ويعني لي زوبسيون تخرج وهذيك الوقيته كانت هي بحال قلتي القمه ديال عالم السيارات. ما كانوش الطوموبيلات السوبر كار فيراري وداكشي يعني بحال قلتي في عالم السيارات العاديين كانت القيمه وكانت التكنولوجيا اللي فيها وشحال من حاجه اللي فيها ولي زوبسيون اللي كاين فيها اللي ما كاينينش شي مرات في الطوموبيل ديال دابا اللي غاليين حتى ماشي رخاص. زائد انا الديزاين ديالها رائع جدا بالنسبه للناس العاديين ما عندهمش علاقه بالسيارات. طبعا كنجيب طوموبيل كان بي ام قديمه وصافي ولكن الناس اللي عندي عشاقه ماشي عشاقه كيف ما يشوف الطوموبيل كيعرفوا بلي الطوموبيل ليجند اسطوره من الاساطير. شنو اخر عاوتاني؟ بوجو 306 موديل 97. موديل 97 في الغالب غتلقى فيها 8 شوفوات ما تاخذهاش الا كنت تاخذها قلب على غولف الطربه يكون فيها موتور ديال تي دي اي يكون الافضل. بيجي 306 خذ شي حاجه فيها الوراق صغار من الاحسن وراق صغار تلقى تقريبا موديل 2000 حتى 2003 هما اللي مزيانين. شنو اخر؟ السلام عليكم خويا شي طوموبيل اقتصاديه ونقيه حتى 4 مليون يعني في حدود 4 مليون. الطوموبيل نقيه اقتصاديه في حدود 4 مليون نقيه ما نضمنلكش اقتصادي. دارون ار 19 هي احسن طوموبيل ممكن تسير داك الثمن واقتصاديه كيبان ليا انايا في داك الثمن. موتور تاخذ موتور تيربو لون احمر كرونه
غنخلي كاع الناس اللي كيتابعوني في اللايف ياخذوا رونو واحد كتب اسماعيل اسماعيل كتب 19 انا خاصك كلشي ياخذ الكرونه حيت الكرونه هي اللي مطلوبه دابا في السوق حيت انا كنتعامل مع السماسري ماشي كنتعامل معاهم كنبيع وشري كنبيع وشري ما والو يعني بحال قلت عندي بزاف ديال لي كونتاكت ديال السماسري حيت واحد الوقيته كنت داخل في هذا المجال في 2015 وبحال قلت داخل في السماسري عندي شي ناس في العائله حتى هما داخلين في المجال ديال البيع والشراء بحال قلت لهم ما حد كنعرف هذا المجال كانت الناس اللي متابعيني بزاف كانوا هما تيهضروا معايا تيقول لي انا راه كنبيع وشري وهذه كذا وبحال قلت كنتناقشوا اغلبيه كلهم كيتفقوا على ان 19 في الكرون هذاك اللون الاحمر غامق بزاف هي المطلوبه موتور تيربو تكون موديل 93-94 والديوانه تكون 2006-2010 هي احسن حاجه ممكن تدخل موتور باي ما تحط هادشي اللي قلت لك راه غطلع لك راه غتلقاه هما هاد القناه الكرونه راه هما اللي غاليه في الثمن وبينما الالوان الاخرين واخا تلقاهم شي مرات نقيين كاع تلقاهم هابطين على 4 مليون. خويا يوسف جاوبني فيات برافا ايسانس 12 في واش مزيانه؟ لا ما مزياناش للاسف الشديد ماشي فيابل فيها المشاكل بزاف غتبقى غير عند الميكانيكي بقى غير عند الميكانيكي والمشكله تحط كومبان كفاس الا اكتشفت الطريق طويله مازال وصلت للمدينه تقدر تطول معك شويه ولكن الا كتشد بها الطريق طويله كاع ما تعول تحط كومبان جوج مرات ثلاث مرات في الطريق. سي هشام جولف 5 اوتوماتيك بري جولف 5 اوتوماتيك خذ شي حاجه 2008-2009 الثمن ما بين 8.5 حتى 9.5 ماكسيمو ماكسيمو ماكسيمو. اذا نشوفوا اخر سؤال امزال ادلا خويا جيتا 2013 شحال الثمن ديالها؟ الثمن ديال جيتا 2013 تقريبا 13 مليون و12 ونص 13 ونص تقريبا 3 مليون يكون من الاحسن هذا هو الثمن ديالها مزيان. اذا كنعاود نقول لكم ان هذا اللايف تسالى دخلوا للمنتدى الناس اللي ما جاوبتهمش يسمحوا لي بزاف حيت كنطور في الهضره وكنخرج في الهضره لان صعيب بقات واحد الحلقه تبقى غير جاوب 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 جاوب. اذا نحط السؤال ديالك في المنتدى راه كاين واحد اللينك انا غادي يبقى دائما حيت اللايف راه كنخليوه مسجل غيبقى دائما دخل لي كليك عليه دخل للمنتدى شوف او لا دخل لموتور بايما وشوف ثمن الطوموبيل اللي كيما قلت لك او لا قلب على لي مارك اللي قلنا وصيفطهم لي في المنتدى نشوفهم او لا دخل لي البلاصه شوف لي بري بحال الاستيماسيون ديال لي بري ديال كل طوموبيل ومن هذا المنبر هذا كنقول لكم حتى غدا ان شاء الله. قبل ما نسالي كنتمنى انكم تكتبوا لي في الكومونتير دابا اشنو الموضوع اللي بغيتي نهضر عليه غدا ان شاء الله ضروري على الاقل كتبوا لي اشنو الموضوع او لا كتبوا لي في المنتدى واحد جوج في الكومونتير هنايا في المنتدى كتبوا لي بغينا نهضرنا على هذا الموضوع هذا بالضبط وغادي نحاول غدا ان شاء الله ندير فيه الابحاث ديالي ونهضر لكم عليه ان شاء الله مع ذلك تعرف عليه فيه طبعا ماشي مشكل. يلا الى اللقاء ان شاء الله.